كل صبح يجينا نور نشوف منها مانينا والكل واحد مهمة ودور وحلمي يشوفه في عينه صباح الخير هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أمسيت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أمسيت هلا هلا بالغالي عادة صباحكم ورد. أنا اليوم حايشني ما شاء الله يعني شيء إنرجي من الصبح وجرعة سعادة جايتني نوف ما أدري ليش من وين جايتني الطاقة ما أدري ليش دائما يا رب بس أحس بالسعادة يعني الأجواء أنا هذه من النوع اللي طيق خلق شوية ما أحب الغيم أحب الشمس أحب كذي شمس الشموسة البهجة تيب لي البهجة تيب لي السعادة بس لا ولا نقف أمام الجو وأمام الغيم وأمام الداركنس اللي قاعد أشوفه الحين وبيظل مودي إن شاء الله سعيد ليش؟ لأن إحنا في نغم الصباح اليوم مجهزين يعني شغلة إن شاء الله الكل راح يستمتع ويانا فيها ونبيكم تكونون معانا إن شاء الله مستمرين للساعة 9. أنا معاكم سارة سويدان ونوف الزامل وطلوب وساهر وهزار خلكم مستمرين معانا راح تسمعونا على نغم الصباح مارينا FM. يا جماعة صدق يعني في أغاني تمر علينا لها بصمة وتترك شطرانة هو العظم تترك أثر يعني وتترك كذي تعيشين قصة تعيشين كبعد يعني هذا تكتبين ايش اسمه لا يعني وأغنيتها اللي غنيها يوسف المطرف عشقي جميلة أوه. شوي يعني أنا يعني أتفهم وضعك لأن في في أغاني تسمعونها تذكركم سفرة تذكرني بأمريكا مثلا بسفرة بدولة معينة بأجواء معينة في في أغنية يعني الواحد يسمعها مثلا ترددت بالنسبة له وقت المطار وقت العطلة أنا عندي أغنية ايه؟ صاحبي من كثر ما حط لي إياها والله العظيم والله لوهلة لوهلة كنت أظن إنه بالسفرة إنه بنورة ويانا بالسفرة كانت تو أغنية الأماكن توها نازلة ايه؟ والظاهر كان وايد مهموم ما يسالفته سفرة كاملة إحنا ساكنين في منطقة اسمها ترمالينوس من ترمالينوس لمربية تقريبا 45 دقيقة ايه؟ 45 دقيقة الأماكن كلها و45 دقيقة هذه الأماكن كلها ثلاث أسابيع وأنا أسمع على ما أكل الحين سمعتها ما أبي خلاص يصير فيني أسمع حق أي أغنية حق بنورة إلا الأغنية هذه فساعات شيء تصير عند ذكرى صج صج أنا يعني من الأغاني الغريبة يعني اللي ظلت معاي بس تجيب لي السعادة وتذكرني يعني هي سمعناها باص برحلة من لندن لبرايتون أعتقد أنا وعيال عمي وكذي يعني وكنا حزتها بالثانوية يمع رايحين يا مجنون مش أنا ليلى واي ضبطهم حلو أشونا مو ياكم السيارة أنا قول لست سارة علقت معانا مدة طويلة يعني بس تجيب لي السعادة الصراحة لا صدق في أغاني يذكرنا بشخاص في أغاني يذكرنا بمرحلة بحياتنا في أغاني ملينا من كثر ما نسمعها يعني نحبها وايد بس من كثر ما تكررينها اللي خلاص بس بس ما بيسمعها خلاص يعني وصلت مرحلة خلاص ومشكلة وين المشكلة أنه الأغنية هذه تتكرر أنه مو بس أنت تكون يكون وايد ناس حابين فيها فمثلاً أنت تسمعينها بالراديو بعدين فجأة تنزلين المطعم يحطونها بعدين فجأة تشوفين أحد مسوي تليفونه يرن هالرنة هذه كل مكان كل مكان تتكرر تطلع بالحلم فأتوقع أن هذا شيء أحياناً يستمر معنا في حقبة والله ترى ما يمنع ودي أعرف الناس إذا في أغنية معينة أنتوا حابين فيها كنتوا تعلق لها ذكرى على قولتهم تذكركم سفرة بمكان بأجواء معينة خلينا نشوف الكولكشن مالكم كولكشن الاغاني لان هني يا مجنونه مش انا ليلى اتمنى سكوتلاند يارد كانوا مخالفينكم ليلى كان الوضع على 22-20-90-4 شنو الاغنيه اللي اذا سمعتوها حاليا راح على طول تربطونها بذكرى بحاله طقس بسفره معينه على طول اذا الناس سمعوها يتذكرونكم اصلا اذا اشتغلت انا اذا احد سمع مفتون يدقون عليه صدق أنا تصدق منال أعتقد المغربية
ذكرني فيك. ترى أنا حظ عليك. أغاني المغربية. المغربية ذكرني فيك. ما راح تتزوج طول حياتك على القطة اللي قطتها. راح أحط شغلية. عدلها قول المغنية منال المغربية ذكرني فيك. الحين راح أخليكم تسمع الأغنية. والله العظيم عجيبة وايد وعندها كولكشن من الألبوم. هي كذي مغربي أجنبي. بس إنه قبل لا نروح حق الأغنية هذه خلينا نشوف الناس. شنو ذوقكم؟ شنو أغانيكم اللي تذكركم على 22-20-90-4؟ أم أحمد صباح الخير. صباح النور. هلا والله. هلا والله. شلونك أم أحمد؟ تمام الحمد لله. من محبين هذا الجو الغيم؟ أوف حدث عجيب صح؟ اي والله وايد وايد احب هذه الاجواء. انا عدوه الشمس ما احب الشمس. هو بيني وبينك الشمس شموسه حلوه بس هم الغيم صراحه كذي. الغيم يعطيك شويه جو حنون. اتفق وياك اتفق وياك. هذه هذه تحسين شي هدوء. بالضبط. بهالمناسبة السعيدة أم أحمد شنو الأغنية إذا سمعتيها على طول تذكرتش بشيء معين؟ شوف أنا عندي أغنية للأمانة. أوكي. يعني في مراحل مختلفة من حياتي. حلو. مليت الله كريم. الله. مالت راشد الماجد. على ما. صح. إن شاء الله ما كنا ناسية. هذه تذكرني أيام ما كان أبوي الله يرحمه يودينا الوفرة. إذا لحقين على مزرعة الكمال. إيه شو أفا عليك بس. هذه كان يشغلها لنا. وكان يطق مطر. الله يسلمك. هذه الاغنيه من اسمعها دائما اذكر هذه الاجواء. الله يرحمه برحمته الواسعة. وخوش اختيار يا أم أحمد لأغنية تفوز. وبعدين تالي عقب ما خلص كولكشن الأغاني عندنا أبي بقول سالفة عن البزرعة هذه أم أحمد ذكرتي موجودة سمعيها. سالفة أنا سويتها أنا كنت فشل وايد صراحة. بس أم أحمد هو في أغنية ثانية بعد. شنو هي؟ أغنية أصالة اللي هي؟ أكثر. اي اكثر من الاي. لا مو انا غني خليني اول ما دخلت الجامعه. حلوه. وانا رايحه اسجل وانا رايحه العماده كذي راح اسجل كنت احطها. برافو خوش اختيار عشان كذي تحسين في حماس داش العماده اكثر من الاي. الله يحفظك. يوم سعيد يا ام احمد. مع السلامه. هذه كانت ام احمد ما شاء الله تليفون قاعد يفول. سؤالي يقول اليوم شو الاغنيه اللي تذكرك بموقف بسفره بشيء يربطك يعني انت تحس الاغنيه مربوطه فيك. من اختياراتكم اي حقبه كانت على 22-20-90-4 ام احمد وعرفنا الكولكشن مالها. صار عندي ساره تشوفين ابو فهد. اهلا ابو فهد صباح الخير. هلا هلا والله. هلا ساره شلونك؟ بخير الله يسلمك. اخباركم ساره؟ انت تذكريني بصوت اختي. صدق؟ والله العظيم طلوب والله صوت اختي. الله يحفظك. انا ترى كل صبح اسمعكم وما رايح الدوام. وقسم بالله صوت اختي كني قاعد احاكي اختي. الله يحفظك يا رب. بس الاغنيه اللي معلقه معاي هاليومين مال الداليا كذا ممكن. حلو خوش اختيار. اوه ما راضيه تروح من بالي. ما ادري عفا عليك. الحين اذا راحت اليوم راح ارد لك اياها مره ثانيه. الحين شغله بعد شوي. يا بعد يا بعد سلمي على اختك وايد ابو فهد. اي لا والله العظيم الصوت نسخة نسخة. الله يحفظها. الله يحفظك يا رب. يومك سعيد يا فهد حبيبي. مع السلامة. ترى شيء ترى صدق في ناس يخلق من شبه 40 وفي ناس نفس الأصوات. أنا أتوقع أنا مناف أخوي فينا هالتون هذا. صدق؟ إيه فينا شوي شوي. هو صوت أحلى. خنشوفه يبه. إيه حاضر. هو قاعد تسمعونه بالمارينا وايد فلاشات. نوف عندك لبنى. صباح الخير لبنى. صباح الورد جميلة سارة والرائعة عبد المطلب. يسلمك ويصبحك ويربحك. الله الله الله. معانا نوف كلنا ولا فرق الله شملنا. لبنى شو الأغنية اللي إذا سمعتيها تذكرك على طول بنفسك أو بموقف أو بسفرة؟ شوف هي الأغنية تعتبر قديمة شوي. برشا برشا يا مدلل تبعتها بالربيع. تفوز. برشا برشا يا مدلل. هي ذكرني بسفرة مصر. كان في عيد ميلادي. أوكي. وكان أصحابي عاملين لي احتفال على مركب على البحر. حلو. أوكي. طبعا انا كنت مستانسه ومشغله الاغنيه ومنسجمه وبرشا برشا يا مدلل. فاللي معانا تونسيه. طبعا انا يعني سعاده عاليه. صح 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 صح. برشا 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 لما يعرف انه انا تونسيه. والنعم باهل تونس. تونس الجميله. تونس الخضراء العريقه. الله يحفظك. يعيشك يا لبنى. يعيشك يحفظكم الكل ونحبكم برشا ونستانس برشا وقفين نسمعكم الصبح. مشكوره. تعطوني طاقات ايجابيه وانا رايحه الدوام. مشكوره. الله يحفظك. مشكوره. برشا برشا برشا. شكرا. يعيشك يا لبنى. يعيشك. مع السلامه.
اي والله هذه اول اغنيه ترى تعرفنا على اللهجه التونسيه. صح يعني أيه. اول مره نسمع اللهجه التونسيه كانت ببرشا. برشا برشا يا مدلل. برشا برشا شايكم فيني أيه. ترى انا قاعد ابهركم ابهركم أيه. كذا فنان فنان يعني على الاقل بديت اركب كوبلي. نروح الحين على دوس حق زينب. زينب صباح الخير. صباح النور يسعد صباحكم. وصباحك يا رب. شلون زينب؟ والله الحمد لله بس سوري على الصوت يعني. لا اجر عافيه اجر عافيه. هاي تعافيكم يسلمكم. ماي حار عسل زنجبيل. كل شيء سوينا. كل شيء. من الاخر. من الاخر خلاص لا تتالق عبد المطلب. زينب شو الاغنيه اذا سمعتيها تذكرك او على قولتهم مربوطه فيك بسفره بحال الطقس على طول الناس تسمعها تدري ان هذه ميتك؟ مربوطه بمكان اللي هو المدينه الترفيهيه. انت يا. وناس. الله مكبر غلط. الله احنا ليش استانسنا لما قالت المدينه دي دي, دي, دي. برافو برافو. يوم كان يرقصون عليها الشباب ويصورون. لا 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 مو صحيح ترى معاك. لا مو صحيح. بلى صحيح. الشاشه الخضر اللي ورا مو صحيح. مو صحيح اللي اول ما تدخلين عشان المطلب اكيد انت غنيت ورقصت حلو. انا انا صح مو انا على غرامك شيء عجيب. كنت لاهي بالسندباد اطر دور. الله يحفظك يا زينب ويوم تسعيد يا رب ان شاء الله. الله على ذكريات المدينه الترفيهيه صدق جميله. نزلت بالسندباد ولا تظل بالعربانه؟ جربت تنزل؟ لا لا يزفوني. لا انا ما احب انزف شيطانه. فشله فشله فشله. ساره عندك ليلى. اهلا ليلى صباح الخير. صباحكم نور يا هلا. صباح الاجواء الجميله. صباح السكر صباح الغيم صباح اللوك الشتوي. اي والله ينن. شوفوا في اغنيه قصيده من اسمعها يعني يردني الذاكره حق ايام الغزه ويعني احنا كنا مسافرين وسعودية وكان عندنا جيمس وأذكر الجيمس كنا يعني ذكريات حلم. بس كانت الأغنية طال السفر والمنتظر من اللي صبر محمد عبدو. الله يعني على طول على طول كنا نشغلها ما عندنا لها شريط يمكن. بنورة بنورة دائما دائما بالذكريات صدقين بنورة. والله أي. صح صح. وأغنية ثانية بعد أي. عشان أكون وايد أغنية كم كنت أنا أحبك. هذا قام من روح البحر نسبة ونغنيها داخل البحر. الله يعني اللي كانوا معاي راح يسمعوني يتذكرون كذا كان ضحك. الله يحفظكم وعساها دائما اليمعة عامرة يا رب. إن شاء الله يجمعكم على الخير يا ليلى. الله يحفظك يوم سعيد. خوش اختيارات والله. شفتي هذه الاغنيه شلون غنيت متمسكين فيك بعدين نغصي ويروح الصوت تحت الماي. هيا طلع من الماي ردي على منيره. هلا منيره صباح الخير. صباحكم ورد. صباح ورد ساره ونوف الله. هلا هلا صباح النور. صباحكم مثل الجو الحلو يا حياتي. أنا يقولون الناس جو حلو ما أعلق ما قاعد أعلق أنا كلش. لأنتم حلوين لأنتم كلكم حلوين مع بعض. الله لا يفرقكم يا رب. آمين يا رب. شكورا يا رب يحفظك يا رب. يحبون المدح هني عرفتي. سكتنا استحينا. كنت بعلق على شغلتين. الشغلة الأولى لما تكلمتوا تركي بليز لا تكررونها. التركي؟ أشو أنا مهني كنت. إي من كم يوم لما تقولون قلاي قلاي وما أدري. قولي قولي يا مو قولي قولي ايه قولي قولي منيرة منيرة اسطنبول ما راح ينسوني. اسطنبول كله قاعد تسولف عني حاليا. انا كنت قاعدة امشي وانت قاعد تسولف. خلاص تشوكوزال 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 والله لا تسولف. حتى ما في اي نما شكدوم شكدوم بعد بليورم تركيش بليورم تركيش تاتلم بهذا تشو 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 بهذا. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. الاسهل منيرة شنو اغنيتك الحين؟ وايد سقطتيني بالتركي. أغنيتي اللي مرتبطة فيني وإذا سمعوها الناس قالوا إن هذه أغنيتي سيلين ديون أم لاين. أوه كشخة. طبعا هذه من أيام المراهقة كنت أبطل الدريشة وأطلع عمري وأغني. وفي هرنات يمتش عرفتي أدري. طبعا كنت عايشة أجواء أني فنانة. والأغنية الثانية والأغنية الثانية لو لكي سولي. كان اختيارك اول وايد زين. لو مو قايل هالشيء التصريح كان وايد احسن. لو لاكي ما حبيت تلا لا لا. الله يحفظك يا منيره ويوم سعيد يا رب. بشغل اغنيه مو تبطل الجامعه دير بالك. يوم سعيد. عندكم نوره. صباح الخير نوره. صباح النور يا هلا.
شنو الاغنيه اللي تذكرك بمرحله بحياتك؟ عندي ثلاث اغاني. ايه طبعا ماجد الرومي اغنيه كلمات، هذه لازم وقت الغيم والمطر. الله. واغنيه غرامك شيء عجيب. يا سلام. شارع الخليج وايام شوبيز. صح صح. وأغنية الساس أغنية يوسف العماني اسمها لا ترتجي. لا ترتجي محبوب الخل حبيبة. كان عندها مشاركين أوبريت، فكان نسمعها من المدرسة إلى مكان أوبريت. بالعكس صحيح. ونورة ترى لازم نعطي كريدت وكلمة حق حق فنان يوسف العماني. ترى دخل اللغة الإنجليزية بذاك الوقت، ترى ما حد سويها. جاستن بيبر هو على قولتهم. Never believe. بس أوكي حلوة. برافو، خوش اختيار. يومي سعيد يا نورة. Thank you. الله يعافيك. الله كلمات ماجدة الرومي صج خيالية. ماجدة أنا معاها. ليفل ثاني ماجدة. من نورة نروح حق نبيل. نبيل good morning، صباح الخير. صباح الخير. هلا والله. شلونكم؟ صحة وعافية. أيام السبعينيات. أنا أدري بتروح هناك. أي أيام الثانوية. أغنية الرتم مالها حلو بس كلمتين. اللي هي؟ دادي كول. أوه دادي كول. سهلة حافظينها، نقدر نغني وياه يعني صايدين السالفة. نبيل سؤال، هالفترة كلكم جاكسون ها؟ لا الرابعي عندهم عرف صلوا حمبار أحمد وبطاطا ولاوي أوكي على شعري طويل أبلش حلو. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمكم. سلامي لكل شباب حبيبي. الله يحفظكم. نصهم ماتوا. الله يرحمهم برحمة الواسعة. حبيبي بس ما عليهم ماتوا مستانسين. الله يرحمهم برحمته حبيبي. واحد فيهم مات على البس. نبيل خلاص. نبيل شو يعني نبيل؟ كمل ركضتك كمل ركضتك. بدع فيهم ان شاء الله. الصداقة حلوة. طيب خاطر اشوف صورتهم. احمد بطاطا. احمد بطاطا. عندش طلال. اهلا يا طلال، صباح الخير. صباحو. اهلا اهلا. عشقي ورامي وسط صنعة. الله. زين وهالجو يبي له فز بخفوك. الله الله على الجرح. الله يفوز. والله حلو، خوش اختيار. فز الجو يا بلا فز الخفق. والله تفوز يا طلال. انت هادي اليوم عسى ما شر هدوء كذي مع الغيم يعني كذي ما مشيت. طلو شو اسوي؟ ايه كذي وياك ما مشيت كذي وياك شو اسوي؟ لا صح صح صح. لا لا صح. احنا 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 مو عارفين. احنا نحبك كل حياتك. لا دكة احتياط وين بالملعب. حبيبي يا طلال يومك سعيد وجميل. نفس جمال قلبك حبيبي. ثانك يو. هذا كان طلال. نروح حق عبد الله. جود مورنينج، صباح الخير عبد الله. صباح النور طلوب. هلا والله. دايس مرابط حزام لمان، ايش صاير؟ لا 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 وصلت عند البيت كان بطلت عشان يطلع صوت. اشو الحمد لله الحمد لله على السلامه. قواكم الله. والله شو الاغنيه اللي مربوطه فيك على قولتهم او اذا سمعتها تذكرك بسفره بموقف او الناس تذكرك فيها؟ طلوب شوف انا وياك نفس الجيل. اي اوكي. الأغنية اللي صدق تنطرني نطرة حق الويك إند. خالد بن حسين آه يا من كنت أحبه. ليش؟ خليني وخليل بحبه. إيه ليش كنت أحبها؟ لأن كنت كل ويك إند ويا ربعي ثلاث إحنا نروح صالة تزلج. الله الله. ومن عندي صالة تزلج جاهز بتنفحنا. ريحة الثلج هاي تعرفها؟ إيه. والمشكلة كل أسبوع نروح كل ويك إند، كان يوم الأربعاء كل ويك إند. حلو. وحفظنا الويوه الشباب البنات اللي هناك اليوم كل مره حفظنا الويوه. دوام كان دوام صح. صح. عارف بعض. ولازم يحطون هالاغنيه هذه لازم يحطونها. صح صح والله ايام حلوه. وخالد بن حسين وبختمها وبختمها طلوب مره من المرات. اي طبعا انا اروح فيها شو كلنا قطيه وناخذ تاكسي ونروح. حلوين. مره لا واحد قال انا بقطني ابوي والثاني قال انا هناك بيت يدي قريب بروح يعني مع السايق. اي انا قلت حق الوالد قطني، قال ترى انا حدي لساعة شيء ما يقبمشي. حلو. طبعا لازم نسوي الشعر ونحط الجل ونضبط روحنا ما تروح كذي. صح. ايه. طلعت بسرعه وانا ابو رايح انا مو متحرك. قلت الويكند هذا راح علي خلاص. اوكي. المهم واقف برا انا ضايق خلقي شوي ولا والجيراننا اكبر منا بعمر شافني عسى ما شر. شر اقول له المشكله كلها وانا ضايق خلقي. قال لي مش انا قطك مش الله يوم قال اقطك ايش صار فيني؟ تحس ان شعور حلو كنا حاجز فيرست كلاس انت. عساك مع القوه الله يعافيك. قلتي سكارف؟ إيه. رصاصة تزلج سكارف؟ كانوا يحطون جل وسكارف عليه. لا لا أنتوا ما راح يروح كورشيفيل ولا لا راح يصير تزلج كان. يا زت لي خوش ستايل. شو عندك عيسى؟ أهلا يا عيسى. صباح الخير. جنايدن طلوب. جنايدن.
طبعا مبدع انت بالتركي. لين منيره انهارت سقطت منيره. وكان قلت ايفيت 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 اكيد كابيها نسيتها. حبيبي صح وعافية. عيسى شو الأغنية إذا سمعتها تذكرك بنفسك أو على قولتهم؟ لو تسمعها الحين بسيطة بس راح تسافر. لو احنا سافرنا شوقي رجعني. الله الله بلادنا حلوة. كل سفرة كذي بالردة واحنا والعيال ردنا. اي وانت راد واحنا ردينا. صح 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 عارف الشعور هذا. تحب تضيق خلقك انت قبل لا ترد. حرات جو حلو وناسة بالردة الحين. حبيبي عيسى الله يحفظك. مع السلامة. قاعد اسمع بسياره عيسى صار هجوم اطفال. في طلب رحيل الحين لما سمعت بابا ادري انه شيء صعب التحقيق الحين في الحزة. عندك هند. اهلا يا هند صباح الخير. اهلا صباح الخير يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الجو اليوم جميل 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 جميل. اي والله والله جميل اليوم. رتويت 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 نكايه فيني عليكم بالعافيه بهالجو يا هند. الله يعافيك. مشنا نشوف ونمتعكم بصواتنا. حبيبتي سعل مبارك هن. شنو الأغنية اللي يعني تركت أثر فيك أو إنه دائما معلقة وياك في فترة من فترات حياتك؟ شوفي يعني أنا يعني أكثر الأغاني اللي صدق أذكرها أغاني أول لأن كانت لها معنى لأن ما كنا نسمع إلا أهما. ما في شيء جديد يعني حتى لو في جديد أهما. عندك أغنية صبوحة كنا نحب نسمعها مات ميامي حتى تذكرني بمدينة ترفيهية لما كنا ندش نسمعها. صح. ولما نروح يعني أماكن كذي هذول اللي مثلا نافورة راقصة ما أدري منه هذا لما نقعد لازم لازم يحطونها. لازم لازم هي أغلب الأغاني يعني اللي تنحط يعني ونسمعها طول هي وفرقة الأخوة كانوا وأربع وعشرين ساعة يحطونها. صح. البارحة شيء لا صدق فهالشيء كان يعني صدق للحين لما أسمعهم من لا شعوري أبكي والله أبكي شيء دمع عيني. أتذكر شنو إيه أتذكر يعني هني كنت رايحة مع مثلا بنات خالتي والمكان كان حلو والحين يعني حتى ذكرى ما صفت لنا فكنت وايد يعني أزعل لما أسمع الأغاني وأتذكر أقول خلاص راحوا مع الأشياء الحلوة. الله لا يجيب الزعل يا هند. أحلى يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب وياكم. الله يعافيك مع السلامة. ترى أنا من جروب قالت صبوحة كان أتذكر في سويتوا فيديو كليب على صبوحة. لا صارت يعني حاولي ما سويتوا فيديو كليب. هو بلش سويته. هذه أسئلة تحت الهواء. لا أنا ما سويت. ما سويت. ما سويت. هي سويت الله يستر فيديو كليب. أنا خالد ميامي كنت. كانت خالد ميامي. طافكم وايد. وترى دائما في كان في جيلين الحين يوم قالت فرقة الأخوة هذه الفرقة العظيمة صراحة فكان في جيلين في جروب الأخوة اللي هما إحنا كلنا مهمومين جيتار راتي وفي فرق وفي جروب يوسف المطرف الله يرحمه عدنيات فشون يصير في إحنا يصير هواش فني أنتوا شنو قاعد تسمعون جيتارات وأغاني حبيبة وما أدري شنو هناك ليش يا ظالم ليش طربي أكثر الجروب الثاني ترى أونس بيني بينكم. أحمد صباح الخير. أحمد على أونو هذا يعطيكم العافية. الله يعافيك. صراحة الجو تايلندي ترى مو شوف صح الجو شكليا يعني انت شي قاعد بسيارة داق المكيف تشوفه تقول الله تبطل الدريشة. لا بلوبر. ايوه تبطل الدريشة. لا انا جاعد سبايدك سبايدك. حبيبي احمد شلونك؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو الاغنية اللي الناس اذا سمعتها تتذكر احمد او انت مربوطة فيك؟ انا الصراحة في موقف صار وياي هالاغنية فوق الوسط مال المصباح. الله توني مالك. الله توني مالك صار يومين صار ويا المدام طالعين من عشاء دور الجوازات مخفينا يمين بنطلع الخامس بعد الشر عنكم دعمنا. سهل عليكم. يفوق الوسط. بس يفوق الوسط حبي لك زين. نعم. يا فارق عرفتوا نازل معدة تأمين. حق المخبط. حبيبي أحمد الله يحفظك. بالله عليكم. يومك سعيد وابعد عنك الحوادث يا رب. والله أسعدتونا صراحة ونستونا. خوش كولكشن أغاني. احنا صراحة يعني أخذنا منكم بعض كم يعني كم أغنية وحسينا صدق يعني خوش كولكشن ما يمنع أن نشغلها ونسمع وياكم ذوقكم الجميل. تسمع أغاني الصباح على مارينا اف ام 94 والكولكشن كان يفوز. أدري الجو يعني ها
شكليا غيم ولكن على قولتهم رطوبه، ولكن طول على الصوت وردكم للذكريات القديمه الجميله. برشه برشه يا مدلل. في خبر قريته يعني ما ادري عن صحتها صراحه، بس هو يعني شيء غريب. ميلانو، منو ما يحب ميلانو؟ منو ما يوصل ميلانو يروح يتسوق ويتمشى بالدومو، وعلى قولتهم يمر محل الايس كريم وبعدها تالي جيلاتو. جيلاتو صح، فابوري جيلاتو. يقول في خبر ان في ميلانو احتمال وايد كبير ان يمنعون المحلات الايس كريم والبيتزا والفاست فود انها تشتغل. اي في، بس ان تتسكر في بالليل خلاص. يعني حالها حال المطاعم الثانيه اللي قولتهم تتسكر هو اخر اوردر 11 مثلا، حالها حال المطاعم هذه. يقول لكم انه قاعد تسوي وايد لوية، وايد قاعد يصير ازعاج. الناس ميلانو بالفابوري يحبون الهدوء. فالناس عندهم ان هذه المطاعم قاعد تسوي وايد، تيب وايد ناس سياح خاصه، فقاعد يصير وايد ازعاج وانهم ما يقدرون ينامون. بسم الله عليهم الرحمن. في ميلانو في ميلانو يعني بيتزا وتتسكر في ميلانو ما يصير بالليل. يعني قصدك ما بالليل. وليوعان شو يسوي؟ توس جبن جبنيتو بس. لا 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 ما اشوف الخبر، يعني اقول لك هو لا ان شاء الله لا، هو قرار يمكن يتم تنفيذه يمكن ما يتم تنفيذه. غير موافقين سياح، غير موافقين. ترى صدق في وايد قرارات في بعض الدول بدت انها تصدر بسبه السياح. يعني مثلا في ميكانوس مثلا، مو جزيره ميكانوس، جزيره ثانيه في اليونان، ممنوع ما يبون السياح في وقت معين. يعني اوكي في فيري وصلك بس بالليل خلاص ممنوع، لان عندهم ازعاج. اي عشان ينامون عندهم دوامات. Exactly. إيه اوكي افهم، بس في اماكن بالعاصمه يعني ميلانو شوارع معينه ما فيها بيوت ناس، يعني فنادق اشياء اماكن سياحيه، يعني من حق السائح انه اللي سهران ياكل ايس كريم ياكل بيتزا ياكل شيء. ما ادري اتوقع انا حسب الشارع قصدي. بيرلو هو اللي كان معصب. بيرلو مالديني كان عنده مشكله. احنا بس اللي نتاكد منه انه دائما في بعض الاماكن لازم نعرف قوانينها. صح. لان في بعض المناطق وبعض الدول صج عندها قوانين احنا يمكن نروح ما ندري، فنضطر ان او نتعرض لمواقف مو حلوه. صح. انا اذكر مره انعزمت مطعم في اسبانيا، المطعم يصير داخل فريج. وشيء غريب وايد، يعني دشين داخل فريج بيوت هو مسوي البيت مطعم، والظاهر ماخذ قانون او ماخذ تصريح من البيوت. صح. انه يسوي مطعم لوقت معين. اخر اوردر الساعه 12، الساعه 12 المفروض ما في ولا شخص بالمطعم. فوانتي طالعه احنا نسولف. واحنا طالعين شفت المطعم حلو، شو صورت سناب، كان اسمع بالدريشه ما خفت ولا مره انا صاله بيتهم ريالي بيناب كباسا سنيور. ففي بعض الامور لازم احد يحط بعينه. صح. تصدق انا اتذكر هم في اكو شارع في هنغاريا، او مو شارع، منطقه يعني سياحيه، فاتسي اوتسا اذا ماني غلطانه، ممنوع دخول السيارات. أي. فقط القواري. صح. وهم كذي محافظين على انه يعني يخلون المنطقه هذه صالحه للمشي والاستمتاع بالمشي. صح صح. فصدق يعني خلاص منعوا البيتزا. طلوب بما انك من عشاق اسبانيا، تذكر سنه من السنين يوم الفيلم مال السنافر يوم سووا منطقه كامله باسبانيا. أي. باللون الازرق وسووا بيوتهم، انا رحت لها. هذه ملقه موجوده تقريبا. لا مو لا ما اتوقع سياره ساعه. اي تبع تقريبا ساعه ونص شيء كذي، كلها لونها ازرق وبيوتهم حولوها مطاعم وحولوها محلات، خيال كانت عشان مثل دعايه حق الفيلم مال سنافر، فكانت كلها بلون ازرق 100%. انا لان ليش قاعد اقول لك السالفه هذه؟ لان انا وايد احب الشغلات الجديده واروح عشان اصور وكذي. فمره يعني قلت حق صاحبي انه ترى في مكان وايد عجيب، فقال لي يسوى. انا ترى تخرع الكلمه. ما تدري ايش المسؤوليه. فانت شو تقول له؟ اي انت ما تدري. يقول في يعني نقعد مطعم كافي شوب في اوادم. قلت له سنافه سنفر في حياتكم معقوله؟ يعني معقوله؟ قول الطفوله ما نروح نشوف. قال لي بس وكل الله. واحط اغاني عرفت اي؟ يا غالي طريق طويل ليل بدينا هذه السنافر. وصلنا حلو هدوء صخه. صح. وين السنافر؟ هو مدينة بس كانت مسوين الفيلم، يعني الثيم مالها بيوت ناس، في مطعم واحد بس عرفتي؟ والأكل بارد. في بقالة يمكن ما فيها شيء، وفي الجروب اللي جاي كلهم الله يحفظهم يمكن يعني ما عندهم ربع يمكن. أكيد. ف
فلك أن تتخيل المشهد. صلوب بس حلو، تجربة حلوة والله. قولي له قولي له. استمتعت والله استانس. بيت سنفورة وتكتبين عليه، عندي حتى صور يعني تكتبين عليه الذكرى وشي تشخبط عطوفة. بيت شرشبيل، بيت يعني وناسة، التجربة نفسها وناسة. يبيعون تيشيرتات، وطبعا نوف أكيد بس التيشيرت وشرطه. ولبستي كبو السنافة. لا لا بس اللبس. فوالله كانت حلوة. والله حلوة بس هو صار شرشبيل طول الدرب. شو اسوي يعني؟ حاولت اقنعنا ولا اسوي. عليك. ما في ناس ما تحب كذي. في ناس. بس ليش الناس ترى دائما ترى يعني لما نقولهم عن مكاننا حلو واحنا سامعين عننا حلو ونروح يحاسبوننا على مكاننا، لا مو حلو، طلع مو حلو زي انا ما ادري ترى انا سامعه. اي. صح تصير فيك هذه وايد. يعني انا ليش اقول لك انه هم في بعض الاشخاص هذا طبع بالبشر انه يكون عنده مكان هو بالنسبه له هذا مكان اللي انا احب، هذا مودي. إيه؟ أحب أقعد مطعم وايد كشخة. إيه؟ قهوة وايد زينة بمكان كذي أشوف الشراحة. لا توديني متاحف. إيه؟ لا توديني مناطق تاريخية. هذا سوها وانت بالروضة. هو كذي يقول لي. يعني الحين خليك في مدينة سنافر. الحين بإسبانيا أنت كنت في منطقة هذه، معقولة ما تروح غرناطة تشوف قصر الأحمر؟ لازم. يعني تحفة فنية تاريخية إسلامية. طبعاً. إذا يمديك. إيه؟ أصلاً تذاكر حجزها تفول. إذا يمديك. يعني لأن ماكو وقت، ساعات في ناس جدولها يكون. أنا قلت حق الشباب لازم لعمرة أكيد كتم والله وناسة، ومنها غرناطة عاد صدق فيها مطاعم هالمرة وسنافر. رحنا وصلنا هناك لأن القصر وايد كبير إن شاء الله، فالأرضية تكون الأرضية القديمة هذه حجر. أيه. تعال شوف التحلطم شني طالع ويا شياب متقاعدي شنو الأرضية مو زينة، والله ما يعرفون، ما أقدر أمشي. والله ما يعرفون، بالعكس يعني هذه الأماكن كل زاوية في قصة في حدث في شغلة، يعني ناس مروا عليها إيش كثر وتاريخ. أنا أحب شيء، تعالي الحين فهميهم ان هذا تاريخ. اي انا احب روما كذي. اي وايد مناطق باوروبا خاصه المناطق اللي فيها حضارات فيها قصص وايد. بس في ناس ما تحب كذي. اي انا ليان معي بروما شو تقول، اقولها ماما تشوفين ما شاء الله تشوفين ولا مس الصخر، تقول ماما قديمه ترى مو مودرن. قلت لها ليان سكتي ماما، حضاره هذه حضاره. سكتي ماما سكتي، بس لا تخربين علي المود لان عايشه. عشان كذي الحين اذا كنا احنا رحله جروب، حتى الناس الحين اللي بتخطط حق سفره الصيف وأول مرة تسافرون ويا بعض مثلاً كجروب، سألوا والله أي صح شنو مودكم؟ تحبون، لأن في ناس تخيلي ما يحبون المطاعم الكشخة. مو ناقصهم شيء، ما أحب. لا تقول لي أنا أكشخ وألبس وأقعد بمطعم عشان تيلي ستيكة كذي صغيرة. ما أبي. أبي أكل. أكل. أبي إي لوكلز، أبي فاست فود. وفي ناس يقول لك إذا ما جربنا هالمطاعم ما تسوى. صح. تصير هوشة عشان مطعم ما تسوى. صح. فحلو انك تعرف الجروب شنو مود كل واحد. في ناس السوق ما يخالف، استمتعوا بالسوق جميل، بس مو كل يوم. مو كل يوم. انا ما احب كثر تشتروا. طب عندكم شيء كنت فاضي شنو؟ كل يوم. لا بس شوف، في يعني نوعيه من الرحلات يكون الهدف منها سوق. اي نفس الاوتلت مثلا. لا تكون سفره كامله بنفول جنطتين وبنرجع. وتصير هذه السفره يعني مدتها مثلا 4-5 أيام، الهدف منها سوق. ما يمدي اصلا يعني على ما نلحق على الاماكن اللي نبيها. ما يعني هذه لازم. شوف منطق هدف السفره من البدايه، بس السياحه انا اقول مثلا سفره صيف. إيه؟ سفره فيها عطله يعني مع جروب او شيء، لا سوق يصير مضيعه وقت. اي ويتعب، ترى يتعب شايل كياس راتب كياس. حتى ريسبشن الفندق شيء طالعك شيء مش صح. انا صح ريسبشن الفندق. إيه؟ ما ليش يطالعني حسسني. إيه؟ انا ما اخذ كريدت كارد مالته ساعات طالعني. اوه موتشو دينيرو. رايح على موتشو دينيرو، راجع موتشو دينيرو، ما يطار المعاش الا من عينه. يا رب سفره قريبه تستمتعون فيها، وان شاء الله خلال الفتره الجايه اكيد ان في وايد ناس حاطين بالجدول. احنا نسوي لكم كذي يعني بروفا عشان اللي بيسافر تخيلوا نفسكم كذي بسياره كشف، كبوس قش، اللينن والاجواء هذه، السماء الزرقاء والغيم. ما شاء الله عاد غيمهم صجي. غيمهم راهي يعني صدق، تحسون حق الصوره عجيبه. طول الصوت ونسوي لكم بروفا قبل سفره الصيف. ساره طالبك بهالفقره لو سمحت صوت رامش ضروري، تكفى ضروري. انا احس انه ما راح ابدي موضوع الا اسمع رامش يقول This is your coffee sir. القهوه اللي ما بقى اعطيني قهوه ثانيه، تكفى انهزار عشان الموضوع هذا شيء. شلون تشربها؟ ما ادري، مجبر اخاك لا بطل. انا وصلت مرحله شاي او ماي. خلاص بس ها؟ بس استسلمتي؟ جاهزه حق موضوع اليوم؟ يس. شوفي موضوع اليوم اتوقع يمكن الناس اللي قاعد تسمعنا يمرون فيه بشكل يومي. وانا دائما اقول شيء حلو وجميل انك تلقى احد يسمعك. انت دائما تمر في شغلات في حياتك، تمر في ظروف صعبه، ما
مواقف تحس انك انت بروحك صرت تحتاج نصيحة، احد يسمعك، احد يوقف وياك، او على الاقل يداريك، حتى لو انت تدري ان مثلا انت المشكلة وين واصلة، تدري ان ما لها حل، بس تحب تسولف وتقول. اليوم سؤال يقول ان ايش كثر تسمعين حق الناس؟ يعني اليوم انا شكاي، يا نوف يا نوف يا اليوم دقيت، باكر دقيت، عقب باكر على نفس الموضوع كل يوم، بس كل يوم اغير ايلك من زاوية. نوف ايش كثر تقدرين تستحملين هالنوعية من الاشخاص اللي يدقون يفضفضون يشكون الحال عندهم في شيء ضايقهم يبي يتكلمون، بس هم ترى فكرتهم تبي تتكلم، تقدرين تستحملهم لوين؟ يعني لو أصدقائي وصديقاتي قاعدين يسمعوني راح يعرفون إن هذا دوري أصلاً بحياتهم. دوري يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني إن أنا بحياتهم موجودة عشان أسمع لين يتخطون. حلو. وحتى لو ما دقوا أنا اللي أدق وأشوف الوضع شلونه، يعني ها تمام، ها شلونك، شو أخبارك، شلونك، لين أشوف هي راح ترد تعيد السالفة نفسها ولا تخطت هالموضوع. حلو. والسبب أنا بالنسبة لي شنو فائدتنا بحياة الناس اللي حوالينا اللي قراب منا إذا إحنا ما طبطبنا عليهم؟ صح. يعني شوف، حتى لو أنت ما أقدر أنا أحلك هالمشكلة أو ما أقدر أطلعك منها ومو بيدي، يعني مثلا مضايقك شخص، مضايقك أحد، مشكلة صايرت لك لا سمح الله، أنا مو بيدي أشيلها، بس أنا بيدي أسمع، بيدي أهون عليك، بيدي أذكرك بأمور وايد حلوة، بيدي أطلعك من الموضوع، فأني أصدق أو أني يعني أنا ما أحب الناس اللي أول مثلاً ما يشتكون حق أحد. حتى أنا لو مثلاً أكلمك طلوب عندي شيء تنصحني على طول هذه النصيحة، أنا ما بالنصيحة، أنا بالطبطبة، عرفت اللي صد شيء صار وشون شنو حسيتي فيه شنو صار معاك، يعني أنا عارف النصيحة، أدري إنه غلط، صح، أدري إنه صح، أدري إنه لا، أدري، أنا أدري، بس أنا أبي أحد اللي يمشي معي السالفة ويسألني أكثر، يطلعها من داخلي، طول ما هي داخلي وأنا منغمتة وساكتة وقاعدة أفكر فيها هذا اللي راح يأذيني أكثر. بس لما أسولف فيها حتى لو ما لها حل، ترى مجرد أنك تسولف فيها وايد راح تتخطاها 100%. بس اليوم بعطيك أنا مثل، الحين أنا لقيت اليوم عليك بشكل مدة طويلة نوف، لأن في ناس أطباع، في ناس تقدر تتخطى، يعني على قولتهم أتكلم 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 لين فعلًا إنه السالفة تصير ما لها قيمة خلاص، يعني والله وين كانت وين صارت، بحكم إنه وجودك أنت وقاعد تسمعين خففتي. بس في ناس هم يظلون مدة وايد طويلة كنا هم مقتنعين وعاجبهم، خلينا نقول إحنا لوك لدراما، هم يحبون إنه يكونون الضعاف المتمسكنين، الحياة كلها قاسية فيطولون وايد. صح. تتقبلين تستحملين فترة طويلة؟ أتقبل وأحاول أني أغير فيهم هالشيء، يعني أنا دائما ترى عند رفيجاتي أو أصدقائي دائما أقول لهم لا تعيش دور الضحية، يعني الله سبحانه وتعالى شوف طلبه بشكل عام، الله سبحانه وتعالى ما يبتلينا بشيء إلا هو يدري أن احنا قد هالشيء، ونعم بالله. صحيح. مستحيل، شوف مستحيل، يعني تيك المصيبة وتيك المشكلة كبيرة ترى تحس نهار مو قادر أتحمل، كلنا ترى حتانا يعني أنهار وأبكي وأزعل وأحس أن الدنيا وقفت، بس أنت لو تقعد تهدى تفكر فيها ترى والله أنت قادر عليها وبزيادة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا 100% خذها قناعة، الله ما يعطيك شيء إلا أنت قده تقدر تطلع منه، بس أنت محتاج الشخص اللي يهون عليك هالفترة اللي أنت قاعد تبكي فيها وزعلان فيها ومتكدر، حاول يغير لك بس جو، فأني أسمع يسمع للآخر، حنا دراما شنو ما يكون، يعني من غلطهم عندي. والله برافو عليك، أنا شفت أن عندك بعد خدمة ثانية اللي هي ما فوق النصيحة الاتصال التأكد. إي والله. والله برافو. إي أحبهم ما أقدر ترى، قلبي يعورني ما أتحمل. إيه. والله يا حظ الناس اللي بحياتك. ما قلت أنا الحين دقيقة، هذه لا تسمعين، هذه دقت عليك عاد تسمعين. أنا والله نوف يعني عشان القفال أنا نفسك كنت أسمع وايد، بس للأسف وصلت لمرحلة خلاص ما تحمل، صرت ما أتحمل أسمع مرة ومرتين وثلاث، لأن في صار عندي سنسر، يعني اليوم على حسب الموضوع، في موضوع أدري إن هذا الشخص يحتاج مواساة، خلينا نقول بعيد الشر فقدان أشخاص، هذا أدري إنه هو مو بيده، هو في شخص عزيز عليه وراح برحمة الراحمين، بس إنه يحتاج مواساة، هذا أنا وياه عادي يعني أطول معاه فترة طويلة وايد لأن أحس فيه، بس في بعض المواضيع خلاص صار عندي سنسر اللي أدري إنه تحتاج بس هالفترة، بعدها خلاص يصير إنه ما أقدر، أحس إن طاقتي فهمتك راحت تمتص. طب بعد أقول لك شيء بس بموضوع هذا الفقدان، شوف إحنا
يعني أنا استغرب من الناس اللي وايد ينهارون بالفقدان. أوكي كلنا نزعل إن أنا مفارق هالشخص وإنه مات، مو شيء سهل مستحيل، أنا لا أدعي مثالية، بس أقصد في ناس يوصلون مرحلة إن أنت تطالعهم إن كنا أحد معطيهم جارنتي إن هالشخص بيعيش معهم طول حياة. كلنا مؤمنين إحنا كلنا بنروح، كلنا زين بيوم بنروح ونزعل على الفقدان، بس ما له داعي هذا الإكستريم، فهمتني؟ يعني والله شوفي أفهمك وأدري أنت على أي جانب رايحة. الكلام سهل، لا والله عجيب والله الإيمان بأنه هو شوف مكان أحسن وأن عند رب العالمين ومكان وايد أفضل من الدنيا ومن تعبها ومن مرضها ومن الأشياء اللي مر فيها. صحيح والله العظيم يطمنك لما أنت تحس أنه رايح يلتقي برب العالمين 100%. شفتي يوم أنت تكلمتي قلتي أنه في بعض الأشخاص ما يبون نصيحة بس يبون أحد يسمعهم، ترى هذا نفس المثل ينطبق، هم الناس يدرون. شفتي اللي انت قلتي؟ يمكن هم عندهم معلومات اكثر منك ويعرفون اكثر منك، بس احيانا الشعور وايد صعب ينوف. صح، فهو حلو ان الواحد يسمع. بالنهايه احنا الخلاصه اسمع حق الناس، لا تقصر معاهم، بس لا تقول لي انا الحين الليمت مالي صار قليل، روح حق نوف. روح حق نوف. نوف شكلها الليمت مالها طويل. والله يبعد عنكم المشاكل ان شاء الله، ودائما يربطكم بالناس اللي على قولتهم الطيب الخاطر والطبطب عليكم. ومثل ما قال ابو علي، شنو البداية نسيت شنو قال؟ بالبنط العربي شو عشان الطبطبة. شو مو هي مو عشان الطبطبة حبيبي بالبنط العربي الكوبليه الثانية بي اللي فيها طبطبة. أي ما نسيتها. حلو كلنا حافظينها ترى. صح أبو علي أنا آسف، أنا اعترف أرفع الراية البيضة، ولكن يا حلوها بصوتك، طول على الصوت، ويا حلو الناس اللي تطبطب عليك وتمسح على قلبك. الكويت اليوم نغم الصباح، وبداية مع الكهرباء إطلاق التيار بجميع محطات خيطان السكني. وعندنا التربية يقولون 9 مايو آخر يوم دوام لطلبة الابتدائي، والمعلمين راح يكون أول يوليو. الطرق إصلاح فواصل جسور الدائري الرابع. أما اللي قاعد يبني حاليا فبلدية الكويت تقول لكم لا تغيير في ارتفاع أبنية مناطق السكن الخاص والنموذجي، راح يبقى مثل ما هو معمول به حاليا 18 متر من ضمنها ارتفاع بيت الدرج. وعندنا السكنية تعلن عن توزيع بطاقات الاحتياط لجنوب سعد العبدالله الدفعة 18 من الضاحية N4 اليوم، والأولوية التوزيع راح تكون للمخصصة لهم حتى تاريخ 31/3/2006 وما قبل. الطرق تحويل مؤقت للدائري الخامس بالاتجاهين، تقاطع ابن القاسم من الساعة 2 وحتى 5 صباحا من 3 إلى 5. هذه كانت أخبار الكويت اليوم نغم الصباح، والحين ننتقل للإنجازات الكويتية اللي دائما نفرح ونفتخر ونصفق فيها بالاستديو. حققت شابات الأزرق لكرة الطاولة 3 ميداليات فضية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. حصلت البطلة خديجة الحلواتشي الميدالية الفضية بالفردي، والبطلة ريان العيدان والبطلة مريم الحلواتشي الميدالية الفضية بالزوجي. أما البطلات جنى العيدان ومريم الحلواتشي وريان العيدان وخديجة الحلواتشي وفاطمة الشمري أيضا حصلوا على الميدالية الفضية لمجموعة الفرق. صفقة لكم، برافو برافو. حداكم تنس طاولة أنا لعبتي. عاشوا بناتنا. وعندنا خبر ثاني عن شباب الأزرق للكاراتيه، حققوا ميداليتين فضيتين في ختام منافسة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. البطلة منى القطان حصلت على الميدالية الفضية في الكاتا الفردي، وعندنا البطلة ملاك الشمري وحنين فاخر وزينب الكندري وتولاي أحمد ومنى القطان حصلوا على الميدالية الفضية في كومنتي الفرق الجماعية. ألف مبروك. برافو اليوم جميل بطلاتنا ما شاء الله. إيه متألقات. شفت البنات دائما شفت البنات. أنا أتفق وياكم، لأن إحنا قنسولف عن البنات والنساء اللي دائما إنجازاتهم الواحد يفتخر فيها. إحنا دائما في نغم الصباح مو بس بالألعاب الرياضية، حتى بالإنجازات اللي الواحد يفرح يفتخر فيها. الدكتورة ريم فرج الشمري تفوز بجائزة سيدة الأمن السبراني للوطن العربي لعام 2024. هذه تستاهل مصفقة. برافو عليك. برافو دكتورة. تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كلنا فخر صراحة. سعادة اليوم والله وايد إنجازات. وايد أحب لما أسمع إنجازات نسائية. صح. أوف. تستاهلون والله. شكرا. احنا دائما فخورين فيكم. شكرا شكرا شكرا. الراي من الريال يعني وناسه. ترى احنا ما نمدحكم والله. والله لا بس لما يصير الموضوع في مره لازم تسلط الضوء. سلطنا الضوء. سبوت لايت. تبون بعد اكثر؟ حاضر. صفقه ثانيه. احنا صفقه. صفقه.
الساعات والبنات. هذه كانت الإنجازات اللي فرحنا وافتخرنا فيها. حاليا ننتقل لحالة الطقس، نبي نعرف الأجواء، لأن اليوم كلنا اتفقنا الجو مغيم ولكن مرطب شوي، وهذا الوضع إنه نهاية السرايات. شنو راح يصير خلال الفترة الجاية؟ كل هذا بعد ما ساهري ديزني بالهواء ونسمع من أسامة. Hit me. جونا اليوم. صباح الخير أسامة. صباح النور طلوب وسارة ونوف وساهر وهزار. صباح الورد. لعبتها طلوب لعبتك الهواء. لعبتي الهواء. بغيت اقول تنس طاوله بس ما سكت. عاد صرت تنس طاوله اسامه الكل يلعبها تنس طاوله. اي تروح ترى صعبه. شوف تنس طاوله ترى تطيحها والله تطلب كله برا. لا في فيها تكنيك اسامه. ايام الخيران راح بعدين تالي اشرح لك التكنيك اسامه. يمكن الاجواء مثل ما احنا قاعد نشوف حاليا بالاستديو السماء يعني غيوم ركاميه. اي ما شاء الله ركاميه اشوفها انا والله. ولا مو ركاميه لندني. شلون عرفت انها غيوم ركاميه؟ لاني انا من مدرستك اسامه. فالغيوم الركاميه هي متشكله ان صايره فيها زحمه يعني من الداعمين. رماديه شوي. اي يا رب تطلع مو ركاميه. يا رب لا هي ركاميه. لا اوه يبي لك وايد. يبي لك وايد اوف والله. والله العظيم اني كلمت انا تحت الهواء وقال لي ان طلوب شوفي مثال مثلا طلوب شلون قام يفهم الطقس مني. شفت شلون والله ضرب عليك مثال. قلت انا مدرستك يا اسامه. مدرستك يا اسامه. اسامه دام ركاميه عيل راح نبشر ان شاء الله بالامطار. ان شاء الله باذن الله اليوم فرصه الامطار يعني متوقعه مع خلال فتره المساء يعني. والهواء جنوب الشرقي متوقع يكون اليوم نشط السرعه يعني من 16 الى 50 كيلومتر في الساعه. الرطوبة النسبية مرتفعة على المناطق الساحلية والبحر. ارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 أقدام. العظمى المتوقعة اليوم توصل إلى 33 درجة مئوية والصورة تنخفض إلى 26 درجة مئوية. باكر 3 إن شاء الله. الجو غائم جزئيا وأيضا متوقع فرصة أمطار رعدية متفرقة. الهواء جنوبي شرقي يتحول إلى شمالي شرقي وتتراوح سرعة الهواء من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة. العظمى متوقعة 32 والصورة تنخفض إلى 23 درجة مئوية والبحر من 3 إلى 6 أقدام. في يوم الأربعاء العظمى 31 والصورة تنخفض إلى 22 درجة مئوية وأيضا الفرص مهيئة لتكون السحب الركامية الرعدية وأمطار رعدية. والهواء جنوبي شرقي وتراوح سرعة الهواء من 15 إلى 55 كيلومتر في الساعة والبحر من 3 إلى 6 أقدام. في يوم الخميس الجو غائم جزئيا وتقل فرصة الأمطار تدريجيا والهواء جنوبي شرقي تراوح سرعته من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. العظمى 32 والصورة تنخفض إلى 22 درجة مئوية والبحر من 2 إلى 5 أقدام. مثل ما احنا نعرف يعني الحين الفترة هذه هي حسب الأزمة المناخية فترة السرايات ودائما الأمطار الرعدية والسحب الركامية الرعدية يعني صاحبها نشاط في سرعة الهواء ارتفاع الأمواج أمطار رعدية. ف يعني أرجو من الجميع أنه هو ياخذ الحيطة والحذر من خلال الفترة التي تكون فيها السحب الركامية الرعدية والأمطار الرعدية لأن صاحبها ظواهر جوية إلى حد ما تكون يعني من أمطار أو انخفاض الرؤية الأفقية. بعض المناطق ممكن تأثر في مع نشاط الهواء تأثر بالغبار. فالواحد يأخذ احتياطه من التقلبات الجوية اللي متوقع يعني خلال الأيام القادمة. شكرا يا أسامة وإن شاء الله يا رب أمطار خير. وأذكرك إحنا نحتاج حالة الطقس حق يوم الجمعة. عندنا إيفنت أودر أسامة شباب البومب راح يكون موجودين وضيوفنا صراحة ما نبيهم يون مع أمبريلا. صح. من يوم الخميس هنقول ان فرصة الأمطار تبدأ تقل مع الهواء الجنوبي الشرقي لكن يوم الجمعة إن شاء الله يعني الأوضاع تكون مستقرة أكثر والجو إلى حد ما يعني يكون مستقر مع هواء الجنوب الشرقي إن شاء الله. فيكون في استقرار في حالة الطقس يعني من يوم الخميس ويوم الجمعة يكون استقرار أكثر إن شاء الله. جميل 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 جدا. مشكور يا أسامة. يا رب يومك سعيد ورائع. يومكم سعيد يا رب ورب يحفظك. الله يحفظك يا رب. شكرا يا أسامة. والله صدق يعني الواحد احنا لحد الحين في الموسم اللي ممكن الأوتدور ما زال يعني ممكن تسوي فيه أنشطة.
أيه. الجو ما احتر وايد يعني ما دخلنا الصيف الصيف الصجي. لا ووجود شباب البومب اللي لمسناه يعني من آراء الناس وكلام الناس إنه ما راح يهمهم رطوبة مرطوبة، أتوقع الكل بيروح. يا عين. الحلو بالموضوع إن الحفل راح يكون مجاني، الحضور يعني راح يسعدنا ويشرفنا وجودكم. راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 8 في مارينا كريسنت بالسايد، راح تشوفون الستيج، راح تشوفون الإضاءات. واو. راح يكونون شباب البوم موجودين، ما شاء الله أكثر من 11 سنة عندهم مسلسل، وحولوا هذا المسلسل إلى فيلم حاليا موجود بالسينما. فسعداء اليوم إن إحنا نكون مارينا مستضيفينهم، راح يكون معنا في لقاء وأيضا في حفل يوم الجمعة. فعيالكم أدري يحبونهم، وإحنا نقول لكم مارينا معاكم إن شاء الله خلال يوم الجمعة. ماكم مطار إن شاء الله أجواء زينة إن شاء الله، وتعيشون الأجواء السعيدة. أحب هالأكتيفيتيز هذا الأوتدور كذي على تو شيء جميل. وأنا بقول لكم يا شباب إن دائما في نغم الصباح عودناكم إن نسمع أشياء جديدة. خلونا نسمعكم شيء جديد طرحت الفنانة كاف، سنجل بعنوان ولا تحلم، من كلمات وألحان ماينر وتوزيع محمد الدرعي. مثل ما نقول دايما طول على الصوت وخل نسمع الفنانة كاف. جوي هذا جوي، صار لكم ساعة تغزلون بجو، الحين هذا الجو اللي تغزل فيه. انت ليش واقفة؟ قفال عطي تفين الأبلة أبلتكم إذا تخلص الحصة تشوفون عينكم على الساعة. الكل شي يحط إيد على الطاولة. صفت الإعداد وخلصت، نظفت الطاولة، أموري جاهزة، تعطرت أنا الشمس، طلعت الشمس يا جماعة. ولا هدرت مو الفكة؟ لا والله أنا استانست، حسيت ودي قاعد بعد شوي. جمل والله الأمانة صراحة يعني أنا ما ليش السوالف تحلى آخر شيء، بس هالأغنية أنا جمل مرت عليك شي مرور الكرام، بس الواضح إن كل ولي أمر كل أب وكل أم يعني قاعد يتعبون في تربية الأبناء، صار منهج في حياتهم. جمل. أنا بنتي حطت لي إياها برمضان، خالتي نوف بسمعك أغنية، قلت لها شنو هذا أنت قاعدة جمل، قلت لها جوري غيري الأغنية أحسن لك. ليش؟ كلمات سفينة صوتها، سمعتي صوتها؟ لا صعب موجودة بالسيستم، باكر ما بي نبدي بجمل، لأن الشمس حلوة الحين، ما بي أقمة الناس. ولكن اختيار ساهر، أنا الحقبة هم قديمة صح، لأن قاعد أحفظ كلمات يقول فيها أنا الغلطان ما شنتي، أنا اللي عشقتك وما عشقتي، أنا اللي وفيت وغدر بي، أنا الغلطان ما شنتي. تدري إن أنا أول مرة أعرف الكلمات؟ تخيلوا شو والله مبهور ترى شخصيتي. لا يعني ما أفهم وأنا أسمعها، ما أدري أنا مصدوم نفسي أصلا. الجملة كلها صح أدري يعني، ويعني حسيت إنه حطوا أغاني قديمة راح أبهركم، بس يعني ما يمنع نردكم لفترة زمنية قديمة فيها ذكريات حلوة. اليوم كان يمكن هذا سؤالنا، إن شو الأغاني المربوطة بذكرياتك؟ دائما نتمنى يا رب ذكرياتكم تستمر، سواء القديمة أو الحالية قاعد تعيشونها أو بالمستقبل. كنت أنا معاكم عبد المطلب نذر، وأنا معاكم سارة ويدان، وأنا معاكم نوف الزامل، وأكيد ساهر المرة المكسر، وهزار من الإعداد. طول على الصوت وقول وراي، أنا الغلطان ما شنتي، أنا اللي عشقتك ما عشقتي، أنا اللي وفيت وما غدرت بيه، ما أعرف أنا الغلطان وما شنتي. طول على الصوت، سي يو تومورو، أديوس.